الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو السلام عليكم ورحمة الله زوف اللون. مرحبا بكم في لايف. هذا السهرة راهي 9 غير 10 دقائق. مرحبا بكم زوف اللون. عندنا اليوم طبعا الموضوع الرئيسي هو الاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة. مثال عكرته العصابة الحاكمة في الجزائر une célébration gâchée par la bande de voyous qui gouverne l'Algérie. On parle de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, la révolution de novembre 54. Il fait chez Akarat ou غرض الجزائر للإهانة مرتين في ظرف 24 ساعة و 24 ساعة قبل هي الذكرى. تكلموا عليه بالتفاصيل فيما بعد. تكلموا كذلك على الاستعراض العسكري اللي قال لك حابين يكون في مستوى التضحيات. شنو التضحيات؟ بقات اللي تلها كلش. استعراض عسكري هزلي سليمة. بعد نعطيكم النقاط اللي فسدت هذا الاستعراض لكم بالتفصيل. لأن العصابة ما سجلت حتى رد فعل عن زيارة ماكرون للمغرب وين صفع العصابة يعني صفعة تاريخية. تكلموا عليها فيما بعد. ما العصابة ما تكلمتش لكن كان الأزلام دايما الشياطين اللي يجوك شما يلقطوا فتات منهم سي رحابي السفير والوزير السابق واللي هو 20 سنه هو مقيلينو تكلم واش من شي 25 سنه 4 قرنيه راح يخبي روحو يشوف حاجه خمس حرا يضر في شهريه كبيره يضر في روترات كبيره سي بورصا وطمعكش ما يعطي روح حويجه. هو اللي سد رد فعل. واش من رد فعل؟ ليته لو صمت مثل اسياده يعني لو كان سكت كما اسياده كان أحسن له. نتكلموا أيضا على الزيارة السرية اللي قوم بها عبدو سمار للمغرب. نورك نكشفوا له كل الرواند دياوله كل ما يتعلق بالزيارة هذه وكيفاش ترتبت وشرا من باش مخبينها واش الاهداف ديالها. هذا كل شيء نمدوه حتى الراي العام يكون على بينه على هذا الخبيث عميل المخابرات الجزائريه. شيات جبار مهنا ولا واحد كتب شيتا الجبار مهنا كما كتبها عبد الصمار وين في مغرب انتليجونس. درك تكلموا على هذه العلاقه ما بين مدير مغرب انتليجونس كريم دويشر وعبد الصمار. نقطة مهمة الجلد على بالكم جلد لندن راهو تحت الرقابة القضائية منذ شهر أفريل من نهار اللي وقفوه وقاعدين يحوسوا كيفاش يديروا له. ويا من البداية كانوا مفكرين وكنت قلتها أنه حبوا يرحلوه للجزائر والجزائر لو يرحل ناصر الجن يحط له حبه في راسه فيهاش هضره. ولكن الفرنسي باغيين يرحلوه
بالنسبة مصدر مقرب من الملف، ولكن في نقطة الآن ما يرحلوش الجزائر حتى وين كان راح ليكات يعطلوا الخابات يعطلوا كذا، لا يبقى في فرنسا ونتفرج فيها هنا نتفرج فيه. إذا ما يتحاكمش في فرنسا يتحاكم في إسبانيا، لأنه الملف ديالو راهو أمام النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب لمحكمة باريس، وكذلك أمام القضاء الإسباني، ونتكلم بعد من وصلت القضية على مستوى القضاء الإسباني، ونعتلو واش الأخبار اللي يجيب فيها وكاش يخرط واش دخلوا واش نعطيكم كل تفاصيل في هذه السهرة. وقبل ما ندخلوا للتفاصيل طبعا كما العادة تحية للإخوان اللي راهم معنا مشاركين في كان يقول لي ديلر دي دروك الحرام اسمع جوز الكومش حكاية دي تعقل او كاين مراه يدير معها لا دروك وكذا والو والو ماكمش اذكى من المخابرات والأجهزة السرية والأجهزة الأمنية الإسبانية، ماكمش أذكى منهم، ماكمش قادرين تحققوا كيفهم، وحكاية الجرد راح توصلوا للمحال. فرا تحية إلى كل الإخوان. نبداو اليوم مصطفى دحماني خويا فاتتك زبيدة بوش ناف راهي من القدام، كذلك سعيداني جعفر الزلقمة شريف ملول تركي وركي نعم خونا أبو بكر بلاوي أحمد أقبلي مصطفى الحكيم ناصر مولود فؤاد داودي ونجدد يعني مرحبا بكم، هذه أسماء جديدة. عمر أفلالي محمد بومدين أنسيان دو ياسمين مرحبا بيان موسي سو أورو دو فو غوفوار نو سويفر حسن بوشبا نزائك حسين أزول فلام بوعلام هاشمي بن خالد الوالي والمهم القائمة طويلة. راكم تشوفوا راكم ديجا 3141 راكم تتابعوا في هذا على المباشر اللي راهم باينين. تحية كذلك ليلى خمري ومصطفى الحكيم وأمير فيتو يسلمك خويا أمير. تحية إلى سعيد بن عشر وإلى كل الإخوان اللي يتبعوا فينا، وتحية خاصة للأستاذ البروفيسور نيورولوج تاع مراكش كلينيك إسلي إسيل كلينيك إسيل في مراكش الأستاذ مد المنصور، وإلى كل الإخوان والأصدقاء والأخوات في المغرب من شمال الجنوب شرق وغرب نكاية في ولاد الحرام اللي حابين يجعلوا من المغرب عدو ولكن ما تجوز لهمش. وشو دوك نشوفوا كيفاش هاد العداوة وين وصلتهم. فوالا المهم بعد التحية باش ما نطوش نعديو الى المسقي كما يقول لك نبداو ب ندخلوا في تفاصيل المواضيع تاعنا بعد الجينجر.